بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: هل وضع الأيقونات في غرفة النوم حلال أم حرام؟ شوفوا، أولا أنا عايز أصحح بس كلمات، كلمة حرام وحلال دي لا نصلحها، يليق أم لا يليق؟ دي نقطة. النقطة الأولى لازم نفرق بين الأيقونة وبين الصورة. الأيقونة المدشنة بالميرون مكانها الكنيسة، لو أنت عايز تقتنيها في البيت، في بعض القديسين بعض الإخوة بيقتنوا أيقونات في البيت، بس عاملين لها كورنر لوحده، وعاملين كده يعني زي ركن كده لوحده، حاطين فيه أيقونة مدشنة، وفي البعض يعني مزودها شوية وجايبين رفات قديس. يعني أنا شفت بيوت بالطريقة دي، ما دام مكان مقدس، كلمة مقدس جاية من مخصص، فالركن ده مخصص للعبادة، تحط فيه أيقونة تحط فيه رفات زي بعضه، ولو إن المفروض ده يبقى في الكنيسة يعني، لكن هنقول الكنيسة التي في بيتك ماشي. إنما الأيقونة ما تنفعش تحط في أوضة النوم، لا يعني. وبعدين هنزعج القديس، ولو اللي بينام ده بيسخر بقى تبقى شغلانة. الصورة ممكن، الصورة ممكن على سبيل البركة. قريت قصة يعني فيها مش عارف مبالغة ولا ايه، لأحد الآباء، آباء الكهنة، بيقول كان في بيت مسيحي يعني معلق صورة العذراء الملكة وماري جرجس، فجاه حرامي ما يعرفش حاجه عن الصور المسيحيه خالص، جاه حرامي يسرق البيت، كسر الباب دخل الصاله لقى صوره العذراء الملكه، قال لها يا نهار ابيض البيت ده بتاع ملكه، الله 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 الله، وادي كمان واحد راكب الحصان ده، ده الاورام بتاعها موجود، جايبين صورته هنا، خاف من الصورتين وطلع يجري يعني يقولوا كده. فالصوره ممكن، انما الايقونه لا. في إنجيل مرقس 14 بيقول: فتركه الجميع وهربوا. فهل معنى هذا أن التلاميذ سمعوا عن قصة الصليب من آخرين؟ لا طبعا، هجيب لكم بعد ما هناخدش آية لوحديها، يعني القديس يوحنا يقول: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية، فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، يبقى دي يوحنا إيه؟ كان واقف مش كده؟ والعذراء النسوة والعذراء كانوا واقفين، قال لأمه: يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ: هوذا أمك، مش كده ولا إيه؟ وفي لوقا يقول: وتبعه جموع كثيرة من الشعب والنساء كنا يلطمنا وينحن عليه. يبقى كان في جموع كتيرة حوالين الصليب. في متى 27 يقول: جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد، وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وكان كل اليهود مجتمعين حوالين الصليب لما قبضوا على يسوع وأخذوه ليحاكموه أمام حنان وقيافة، هم اللي صرخوا قالوا: أصلبوا أصلبوا، مش كده ولا إيه؟ دموا علينا وعلى أولادنا. واللي هربوا كانوا وقت الصليب كانوا واقفين من بعيد، يعني مش هربوا يعني راحوا بيوتهم، لا كانوا واقفين من بعيد. وبعدين ما تنسوش الصلب كان على جبل عالي لكي يراه الجميع، على جبل الجلجسة، واللي منكم راح القدس متهيلي شاف جبل الجلجسة مش كده؟ فالصلب كان في موضع رآه الجميع، التلاميذ شافوه، ورؤساء الكهنة شافوه، والشيوخ شافوه، والمريمات شافوه، وكثير من التلاميذ شافوه.
فيعني مش حكوا لبعض مجرد حكاية بيحكوها، لا فلان كان هنا واحنا ما شفناهوش، لا ما قالوش كده. حينما قال الرب وهو على عود الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هل هذه المغفرة تنطبق على يهوذا أيضا؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني: هل انتحر يهوذا؟ حينما انتحر يهوذا هل كان بكامل عقله؟ السؤال الثالث: أليس الشيطان هو المحرك ليهوذا؟ فلماذا يحتمل يهوذا الدينونة؟ السؤال الرابع ده سؤال صعب أوي يعني، لا مش صعب يعني دسم مليان يعني. ما الفرق بين خطية بطرس وخطية يهوذا؟ طبعا انتوا كلكم طبعا هتعرفوا تجاوبوا يعني، بس انا هتكلم بلسانكم يعني، هتكلم بلسانكم عشان اجاوب صاحب السؤال. اول حاجة: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون، على اللي ما كانوش عارفين. انما يهوذا كان عارف مش كده ولا ايه؟ وكان تلميذه، والمسيح انظره كتير وقال: الذي اغمز يدي في الصحفة وديه هو هو، وقال: فيكم واحد هيسلمني. وقال لا يعني كان الاصلح له انه لو لم يولد يعني. ياما المسيح كلمه ونصحه، ويعني يبقى ما تنطبقش عليه لا يدرون ماذا يفعلون. لا يهوذا يدري، وهو عالم ان هو الفادي والمخلص مش كده ولا ايه؟ ده رجع مع التلاميذ وقال للمسيح: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. كان هو وسطيهم يعني، الكتاب ما قالش ان هو ما كانش وسطيهم يعني، قال جاء التلاميذ يعني كل التلاميذ رجعوا وقالوا كده. ويهوذا شاف المعجزات بتاع المسيح كلها، شاف شفاء مجنون اعمى واخرس، شاف شفاء نازفة الدم اللي لمسته، شاف شفاء المولود اعمى، شاف اقامة ابنة يايروس، شاف إقامة ابن أرملة نايين، شاف إقامة لعازر. يبقى لا يدرون ماذا يفعلون، يبقى هو ينطبق عليه الكلام ده؟ ما ينطبقش الكلام ده. اللي بيقول الشيطان هو اللي ضحك عليه، طب واحنا مالنا؟ طب ما هو الشيطان مضحك علينا احنا كمان. ابليس خصمكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. الشيطان بيعرض، بس لك ان تختار. وفي آية في العهد القديم قال: ها أنا قد جعلت أمامك الحياة والموت، الخير والشر، فاختر الحياة لكي تحيا. يبقى ما نقدرش نقول الشيطان لأغواه يعني. احنا لما نقف أمام الدينونة وربنا يحاسبني لا قدر الله ويقول لي أنت عملت كده ليه؟ أقول له معلش أصل الشيطان يعني. ما هو أصل الشيطان، ما هو دي برضه على فكرة أوعى تعمله كده في التوبة والاعتراف، تقول لي أبونا يا أبونا أنا أغضبت بس هي اللي استفزتني. ما كده برضو يبقى ايه؟ هل دي توبة مثلا؟ ما تنفعش. فما نعلقهاش على الشيطان. وبعدين حتى السيد المسيح قال كده: الذي اسلمني اليك له خطية اعظم. يعني اللي هو الشيطان. ولما غسل الارجل قال: كلكم طاهرون ما عدا واحد. يعني انظروا، دي انذارات يا جماعة، مش بيرمي كلام عليه، لا دي انذارات يعني. ربنا قال كده يعني: خلي بالك يا يهوذا اوعى تعمل كده. طب يهوذا لما انتحر كان في كامل عقله؟ كان في كامل عقله. وهو قال كده لكهنة اليهود: اخطأت لاني سلمت دما بريئا. طب ورجع الفلوس وهم ما رضوش ياخدوها، بس بعد ايه؟ ما الحكم نفذ خلاص. يعني واحد يقتل واحد يقول له انا اسف انا قتلت اخوك سامحني؟ طب ما انت قتلت وخلاص، ما الحكم نفذ. خطيه بطرس كانت خطيه ضعف، خطيه ضعف. انما خطيه يهوذا قد سبق اصرار وترصد، خطيه مبيته النيه، سبق اصرار وترصد. زي ايه؟ في فرق حتى في القانون المدني. لا قدر الله انت سايق عربيه، فجاه واحد ظهر قدام العربيه، فجاه قتل خطأ. ممكن القتل الخطأ ده تاخد حكم مع ايقاف تنفيذ، تاخد براءة. فيعني انما يهوذا بقى ياما ربنا نبهه
وياما ربنا فوقه ما فاقش بقى مصر يعني ان هو يسلم السيد المسيح. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نقرا بنعمه المسيح وارشاد الروح القدس الاصحاح 25 من سفر اشعياء النبي بركاته علينا امين. يا رب انت الهي اعظمك، احمد اسمك لانك صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم امانه وصدق، لانك جعلت مدينه رجمه قريه حصينه ردما قصر اعاجم لا تكون مدينه لا يبنى الى الابد، لذلك يكرمك شعب قوي وتخاف منك قريه امم عتاه، لانك كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في ضيقه ملجأ من السيل ظلا من الحر، إذ كانت نفخة العتاة كسيل على حائط كحر في يبس، تخفض ضيق الأعاجم كحر بظل غيم يزل غناء العتاة، ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجيل وليمة سماء وليمة خمر على درديري، سماء ممخة دردي مصفى، ويفنى في هذا الجيل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى على كل الأمم، يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. ويقال في ذلك اليوم وذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه تبتهج ونفرح بخلاصه، لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل ويداس مؤاب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة، فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليسبح، فيضع كبرياءه مع مكايد يديه وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه، يضعه يلصقه بالأرض إلى التراب، مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. هذه تسبيحة من التسبيح الحلوة اللي الكتاب المقدس مليان بيها. الكتاب المقدس مليان بتسبيح، يعني في تسبيحة موسى عبد الله مش كده، في تسبيحة عزاريا والتلت فتية القديسين اللي هي الهوس الثالث، في تسبيح داود النبي سبحي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، تسبيح كثيرة لداود، تسبيحة الست العذراء وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، تسبحة أليصابات، تسبحة السمائيين في سفر الرؤيا، تسبيح كتيرة 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 في الكتاب المقدس. مرة في بالضبط في سنة 2004 أو لا 2008 عارفين كاتدرائية القديسة مارينا اللي في الساحل الشمالي، مرة دعوني ان انا اوعز هناك في صوم العذراء، فقلت لهم اتكلم على ايه، قالوا لي تسبحة اشعياء النبي، فكانت هذه التسبحة في اشعياء 25. في اصحاح 24 اشعياء النبي سمع ترنيمة من الامم من العالم كله بيقول قائلين مجدا للبار، الاصحاح اللي فات كانوا بيسبحوا ربنا ويقولوا مجدا للبار، فهنا بقى أشعياء بيشترك معهم في التسبيح. طب بيسبح ربنا على ايه؟ بيسبح ربنا على عمله اللي هو شايفه، احنا لو كنا مكان أشعياء يمكن ما كناش هنشوفه، لكن أشعياء بروح النبوة بيسبح ربنا على الحاجات اللي هو شايفها. اول حاجة في آية 1 يقول له يا رب انت الهي أعظمك، أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا
مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق. يعني كل تدبيراتك يا رب للخير، كل الأشياء يا رب تعمل معا للخير، مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق. الله، طب دي على طول. آه، حتى لما يوسف إخواته يبعوه يبقى كله للخير. أيوه، كل الأشياء تعمل معا للخير. لما يترمي الثلاث فتي القديسين في النار يبقى خير. أيوه، كل الأشياء تعمل معا للخير، وهكذا. فهنا من آية واحد لآية خمسة أشعياء بيعلن مقاصد ربنا الخيرة. ففي هذا الإصحاح في أربع حاجات. الأمر الأولاني بيحمد ربنا لأجل أمانته ولأجل صدق مواعيده. ما فيش وعد في الكتاب المقدس ربنا وعده لشعبه إلا واتحقق. ما فيش وعد ولو بعد حين. فهنا بيحمد ربنا لأجل أمانته، لأجل صدق مواعيده. وبعدين بيشكر ربنا وبيحمد ربنا على فيه بركات هتيجي، هو شايفها بعينيه، هو شايفها. الكلام ده قبل مجيء المسيح ب 800 سنة قبل الميلاد، البركات اللي هو شايفها. فبيحمد ربنا على هذه البركات. وبعدين بيتنبأ أشعياء بهلاك مؤاب، وده رمز لهلاك الشر، زي ما شفنا سقوط بابل رمز برضه لهلاك الشر. فهذا الإصحاح تسبيحة شكر وحمد ربنا من أجل عمله الخلاصي وأمنته على شعبه. وكأنه بيقول له يا رب أنا ياما قلت لك ليتك تشق السماء وتنزل، وأنت يا رب فعلا هتنزل. طب إزاي؟ أصل أنت قلت لي هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويضع اسمه عمانوئيل. أنت يا رب قلت لي حينئذ تنفتح عيون العمي وأذان الصم تنفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالآيل. النبوة دي عن مين؟ عن المسيح اللي بيفتح عينين العميان، ومجنون أعمى أخرس يشفيه. حينئذ يقفز الأعرج كالآيل المفلوج يشفيه. أنت يا رب أنا بشكرك. نشوف النبوة اللي جاية تقول إيه. وذا السيد يأتي بقوة وزراعه تحكم له، كراع يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. مش الآية دي مجسدة في سورة الراعي الصالح؟ مش كده ولا إيه؟ هقولها تاني. كراع يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. بعدين في آية تانية تقول قولوا لابنة صهيون. ابنة صهيون المقصود بها ايه؟ اورشليم او الشعب المؤمن بربنا. قولوا لابنة صهيون وذا مخلصك آت، ها اجرته معه وجزاؤه امامه. مخلصك جاي، الخلاص قرب. ويقول له اورشليم برضو. كل دي آيات في أشعياء على فكرة، كل الآيات اللي أنا قلتها دي من أشعياء. يقول له كده عن أورشليم، قل له أورشليم أما عليك فيشرق الرب، ارفعي عينيك حواليك وانظري، قد اجتمعوا كلهم إليك، جاءوا إليك من بعيد يحملون ذهبا ولبانا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ قبل ما المجوس يجوا بكم سنة؟ ب800 سنة. يحملون ذهبا ولبانا، وتبشر بتسبيح الرب كل غنم قيدار تجتمع إليك. إيه رأيكم في غنم قيدار؟ الرعاة، مش كده؟ يعني أشعياء قبل التجسد ب800 سنة شاف المسيح مولود في أورشليم، والمخلص موجود مولود، والمجوس بيقدم له ذهب ولبان، والرعاة بيتبشروا. جه الملاك يبشرهم يقول لهم لا تخافوا وأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فهنا أشعياء بقى بيشكر ربنا، بيشكر ربنا لأجل هذه الأمور.
يا رب أنت إلهي أعظمك، أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق. فهو بيشكر ربنا لأجل 5 عطايا. العطية الأولى صدق أمانته وصدق مواعيده بالتجسد الإلهي والفداء. بيشكر ربنا لأجل سقوط الشر وسقوط العبادات الوثنية. بيشكر ربنا لأن الرب يحكم للمظلومين، هتيجي الآية دلوقتي، ويحكم للبائسين ويحكم للمتضايقين. بيشكر ربنا من أجل وليمة اسمها وليمة سماء. ما هذه الوليمة إلا وليمة الإفخارستية، الوليمة السمينة. وبيشكر ربنا لأنه إله حنون بيشبع شعبه ويمسح الدموع منهم من عينيهم من أجل تحقيق كل الكلمات دي وصدق مواعيده. صدق مواعيده ده ربنا بيكلم أشعيا يقول له إيه؟ بصوا بصوا، لا تخف لأني فديتك. الله، فديتك، ده الفداء تم بعد 800 سنة. فأشعيا مطمن لوعد ربنا وصدق كلامه. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. إذا مشيت في النار لا تلدغ، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. يبقى يشكر ربنا ولا ما يشكرش ربنا؟ هذا الإصحاح إصحاح تسبيح وفرح وشكر وشكر. وبعدين يقول له إيه؟ لأنك جعلت مدينة رجما. كان بيتكلم عن خراب بابل لما جه الأشوريين وإيه وخربوا بابل ملك أشور. قرية حصينة ردما اتردمت اتردمت. قصر أعاجم أن لا تكون مدينة. بابل كانت لغتهم غير لغة شعب الله، كانوا بيسموهم أعاجم، يعني لغة الأعجم، يعني لغة غير مفهومة بالنسبة لشعب الله. لا تبنى إلى الأبد، لذلك يكرمك شعب قوي وتخاف منك قرية أمم عصا. فخلصنا اتحقق بانتصار الله على العبادات الوثنية، وبابل ترمز لإيه؟ للشر، وترمز للعبادات الوثنية. سقوط الشر ممثل في سقوط بابل. ونقدر نقول بالنسبة لنا في العهد الجديد سقوط الإنسان القديم وقيام الإنسان الجديد بالمعمودية. نقدر نقول إن أشعياء بيسبح ربنا وبيشكره على سقوط الشيطان على عود الصليب، اللي قال عنه السيد المسيح: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يمكن بيشكر ربنا على سقوط بابل اللي جات في سفر الرؤيا، بابل المدينة الزانية اللي تمثل الخطية، لما قال كده: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمها. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تأخذوا من ضرباتها، لأن خطاياها قد لحقت السماء وتذكر الله آثامها. من أجل ذلك بيتكلم عن بابل: في يوم واحد ستأتي ضرباتها، موت وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الرب الذي يدينها قوي. يبقى أشعيا بيشكر ربنا على عمل الله الخلاصي، على الفداء اللي ربنا أتمه، على خراب بابل رمزا لسقوط الشر، على سقوط الشيطان واحتراقه على عود الصليب. بيحمد ربنا كمان لإيه كمان؟ يقول له كده: لأن كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل، ظلا من الحر، إذ كانت نفخة العتاة كسيل على حائط. أفسر لكم الكلام ده كله.
كحر في يبس تخفي الضجيج الأعاجم، كحر بظل غيم يزل غناء العتاه. يشكر ربنا يقول له لأنك كنت حصنا للمسكين بيسدد احتياجات شعبه. فالرب يحكم للمظلومين. الرب يقول كده داود النبي عنه: لا يجعل عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين. يقول عنه داود النبي: لولا ان الرب كان معنا لقام الناس علينا وابتلعونا ونحن احياء، الفخ انكسر ونحن نجونا. نشكرك يا رب لانك كنت حسنا للمسكين وحسنا للبائس في ضيقه. اذكر قصه ذكرها المتنيح الانبا يؤنس اسقف الغربيه السابق، المتنيح في الكلام ده في كتاب بستان الروح، يقول ربنا ما بيسيبش ولاده، لا بياخد بحقهم. لي النقمه انا اجازي يقول الرب. انت يا رب ايه تحكم للمظلومين، كنت حسنا للمسكين حسنا للبائس في ضيقه. فربنا ما بيسيبش ولاده، بياخد حقهم، بيسيبش ولاده. الرب يحكم للمظلومين. احمدك يا رب لانك كنت حسنا للمسكين حسنا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل. يعني يا رب لو في سيل من الحروب انت الملجأ بتاعنا، انت الحصن بتاعنا. ظلا من الحر انت يا رب بتظلل علينا عشان الشمس ما تحرقناش. ملجأ من السيل، لما نوح كان في طوفان 40 يوم انت يا رب حميت نوح وولاده، مش كده ولا ايه؟ لما بولس الرسول انكسرت به السفينة ربنا انقذ بولس الرسول ويبعت له ملاك يقول له: لا تخف يا بولس. ربنا بعتني يقول لك لا تخف لان الرب قد وهبك نفسك والذين معك اجمعين. انت يا رب نسبحك ونشكرك يا رب لانك كنت ملجأ لينا وكنت حصن لينا وبتحكم للمظلومين، كنت حصنا للمسكين حصنا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل ظلا من الحر. وبعدين يا ربي انت بتدافع عننا. وبعدين يسبح ربنا بقى تسبيحة عظيمة، يقول لك ايه: ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء. وليمة ملهاش حل، ملهاش مثيل. وليمة سماء، وليمة خمر على دردي. ايه الدردي ده؟ دردي اللي هو العسل المركز، اسمه الدردي، يعني في اللغة العربية، يعني بحثت عنها لقيت معناها كده. وليمة سماء يعني وليمة جميلة لذيذة جدا زي العسل. فيه بتحب العسل؟ يقول له كده: يا ربي يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء وليمة خمر على دردي. سماء ممخة، ممخة يعني ايه؟ اللي ياخدها يتمخمخ، عارفين ايه كده بالظبط كده. وليمة ممخة، دردي مصفى، ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب. زمان في هيكل سليمان او في خيمة الاجتماع كان في حجاب بين الناس وبين الله، كان حجاب. احنا دلوقتي بنسميش ده حجاب، بنسميه حامل ايقونات، واخدين بالكم؟ هذا الحجاب انشق، حجاب الهيكل انشق لما جه المسيح واتصلب وعمل صلح بين السماء والارض، وحجاب الهيكل انشق، مش كده ولا ايه؟ والارض تزلزلت. عشان كده ابونا لما يصلي في صلاة الصلح الجزء الثاني من صلاة الصلح، ابونا يمسك اللفافة كده ويحطها قدام عينيه ويقول له: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا. هذا الحجاب او هذا النقاب انشق، خلاص انتهى. اصلحت الارضيين مع مين؟ مع السمائيين. صار السماء بتنفتح لينا دلوقتي ونشوف قديسين، والسماء انفتحت ساعة الميلاد وانفتحت في الغطاس وانفتحت في التجلي وهكذا. يا احبائي اشعيا بقى ده ايه ده؟ ده شاف الحاجات دي كلها، حاجة عجيبة بجد.
يقولوا يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء. خلي بالكوا أشعياء ما دقش الوليمة دي مش كده، لكن بيوصف يقول وليمة خمر على دردي سماء ممخة، دردي مصفة، ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب والحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها. النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الأمم يبلع الموت إلى الأبد، والموت لا يكون فيما بعد. خلاص في السماء في موت بعد كده، والموت لا يكون فيما بعد، هيدينا حياة أبدية. ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأمم، لأن الرب تكلم. نشكرك يا رب، ما هذه الوليمة إلا وليمة الإفخارستية. يقول عنها داود النبي: هيأت مائدة تجاه مضايقية. ما هذه المائدة؟ التناول من جسد الرب ودمه. الإنسان اللي بيتناول يستطيع أن يقف أمام أعدائه. قريت مرة قصة عن واحد كان دايما يوم الحد لازم يحضر القداس، يعني الدولة كانت عطيانا المسيحي يوم الحد يروح الساعة 10، وكان مصر يروح القداس وبعد القداس يروح الشغل. وكان واحد من إياهم برضو كان بيكرهه جدا، فراح الشغل الواحد شافه وترعب، قال له: ايه ده ايه ده، ايه اللي في وشك ده، وشك منور كده ليه، انا خايف منك، انا مرعوب منك. متناول جسد الرب ودمه. هيأت مائدة تجاه مضايقية وكأس سكرواتني مثل الصرف. هذه المائدة تكلم عنها سليمان الحكيم برضو. شفتوا الوحي الالهي واحد لان الروح القدس واحد. يقول كده: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، رتبت مائدتها، وأرسلت تنادي: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا. يعني إيه؟ عايزين تاكلوا من الأكل بتاعي، رتبت مائدتها، وعايزين تشربوا من الخمر، اتركوا الجهالات، توبوا، تعالوا ايه، اتناولوا من جسد الرب ودمه. ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الامم. لما صلب السيد المسيح حجاب الهيكل انشق وانزح البرق عن اعيننا، فاصبحنا نرى مجد الله. هو اللي قال: وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. وانفتح الباب على مصراعيه لجميع الشعوب عشان يتمتعوا بربنا وبخلاصه. والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها. وأعلن المسيح عمومية الخلاص وعمومية الدعوة، أنه يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يقول في متى 22: اذهبوا الى مفارق الطرق، وكل من وجدتموه ادعوه الى العرس. العرس معد، الكل مدعو لهذا العرس. بعدين يسبح ربنا اشعياء النبي: من اجل حنان الله واشباع شعبه ومسح دموعهم. يقول: ويبلع الموت الى الابد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه. هناك في السماء بيد الله الحانية يمسح الرب كل دمعة من عيوننا، كل دمعة زرفتها على الأرض هناك بيده الحانية يمسح الرب كل دمعة من عيوننا. ويمسح الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب إيه؟ تكلم. في سفر الرؤيا 7 يأكد هذا المعنى. يقول كده عن المتسربلين بالثياب البيض وهم يسبحون الله قائلين: المجد والقوة والبركة إلى الأبد أمين. فحد من الشيوخ سأل القديس يوحنا، قال له: مين دول المتسربلين بالثياب البيض؟ من هم ومن أين أتوا؟
فقال له يا سيد أنت تعلم رؤية سبعة. قال له هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، طب حالهم ايه يا سيدي؟ يقول له لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. ده في سفر الرؤيا نفس الكلام اللي قاله أشعياء النبي قبل سفر الرؤيا، يبقى ب 800 سنة بقى 900، لأن سفر الرؤيا كتب في سنة 91 ميلادية، يقول ويبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عرش شعبه عن كل الأرض لأن الرب تكلم. ويقال في ذلك اليوم يوم الخلاص، الترنيمة دي هترنم في يوم الخلاص، يوم ما جه المسيح وقدم لنا الخلاص على الصليب وسحق الشيطان، والترنيمة دي هترنم لما يأتي في المجيء الثاني ويقول للذين على اليمين تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رس الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. آيات 9-12 يقول ويقال في ذلك اليوم وذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه، لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل اللي هو جبل أورشليم، ويداس مؤاب يعني الشر ينتهي، ويداس مؤاب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة. دايما أشعياء النبي عنده كنايات ويعطي أمثلة، عارفين الطوب الني لما بيعملوه بيجيبوا التراب والطين ويعجنوه ويحطوا فيه تبن عشان يعمل تماسك، فهو بيقول بقى الشيطان هيداس كما يداس التبن في ماء المزبلة فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليذبح، فيضع كبرياؤه مع مكايد يديه، هيفرفر لكن مفيش فايدة، واخدين بالكم؟ وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه وكبريائك الرب يقاوم المستكبرين، مش كده؟ هذه ترنيمة الخلاص اللي سبحها أشعياء النبي لما شاف المسيح على عود الصليب بيعطينا الفداء والخلاص، وشافها بعين النبوة في المجيء الثاني للسيد المسيح، ويد الرب تستقر على هذا الجبل ويداس مؤاب في مكانه كما يداس التبن في ماء المزبلة. هذا كناية عن انتصارات المسيح في النهاية، سيطرح في البحيرة المتخدة ايه؟ بنار وكبريت. يبقى أشعياء النبي هنا بيشكر ربنا على ايه؟ واحد، لأجل أمانته وصدق مواعيده والتجسد الفداء. اثنين، لأجل سقوط الشر والعبادات الوثنية الممثلة في بابل وفي مؤاب. ثلاثة، من أجل أن الرب يحكم للمظلومين والبائسين والمتضايقين. أربعة، من أجل وليمة العهد الجديد ووليمة الإفخارستية وليمة السمائن. خمسة، من أجل حنان الله وإشباعه لشعبه ومسح دموعهم ويرد أحزانهم إلى أفراح. هكذا سبح أشعياء النبي تسبحته العظيمة. وده برضو يفكرنا بداود النبي، كان من ضمن دايما المسبحين، يعني لقيه في مزمور 137 يقول كده أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي، أمام الملائكة أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك عظمت اسمك القدوس على الأرض. داود النبي كان يسبح ربنا يقول له بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدم الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة فيتجدد مثل النسر شبابك. حياة التسبيح هي حياة الشكر، التذمر
عكس الشكر. فياريت يا أحبائي نصلي ونشكر ربنا دايما. حياة الشكر حياة الإنسان النبيل اللي بيعترف بعمل الله معاه وجميل ربنا عليه وعطايا ربنا وبركاته. لسان حال الإنسان النبيل يقول مع يعقوب: صغير أنا يا رب عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت مع عبدك. هكذا كان الآباء يشكروا ربنا، وليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. ربنا يبارك حياتكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.